لا اتنين الجيل ده، واحنا ايوه كانت واحده عندنا احنا. باذن الله. كابتن اسامه هارد لك، مش عايز اقول لك نتيجه لا تعبر عن سير المباراه، ولكن نتيجه يعني لا تعبر عن الاداء المشرف اللي ادى بيه النادي الاهلي المباراه النهارده. اه طبعا النادي الاهلي مبدئيا ادى اداء مشرف مع اهم فريق في العالم، ومش كلام يعني، ريال مدريد هو فعلا اهم فريق في العالم تاريخيا. يعني معروف انك لو سألت على مستوى العالم كله الناس بتشجع ايه في العالم كله غير اسبانيا، يعني في غير في بلدهم، هتلاقي ريال مدريد رقم واحد، هتلاقي برشلونة رقم اتنين، احنا مثلا بالنسبه لنا هنا طبعا ليفربول عشان محمد صلاح، لكن هتلاقي برضو نص الشعب المصري ريال مدريد ونص الشعب المصري برشلونه، بس ريال مدريد هو النادي الملكي في والنادي مبتزل. الاول في العالم كله يعني. فاداء مشرف، اداء جيد في فترات كتيره من المباراه، ولكن انت فرق بقى الخبره مظبوط واستغلال الأخطاء. الاخطاء انه قدروا في كل مره انت بتغلط فيها بيعاقبوك جامد جدا. صح. يعني غير زي ما قلنا لما بتلعب في مستويات مثلا مع اوكلاند مع سياتل، لا مستويات ممكن انت هتخطا الخطا هيمر، لكن ريال مدريد بخبره لاعبته، وانا اتفق مع علاء انه هم مش في احسن حالاتهم، وتحس انه يعني كتير منهم مش في افضل حالاته، ثلاث اربع لعيبه اللي كويسين يعني اللي تحس بيلعب بجديه قوي واخد الامور، كامافينجا، تشاوميني، فالفيردي. فالفيردي طبعا، فالفيردي طبعًا. فالفيردي وغوس اللي هو الفيرود رودريجيز وغوس، هم دول تقريبا. وناتشو رغم انت معترض عليه بس هو كان بيأدي بقوه النهارده. الباقي بقى تحس انه بيلعب يعني مش في حاله حلوه يعني. ففرق الخبره، قدروا يستغلوا الماتش وفي توقيتات معينه. يعني انت جبت الجون في الدقيقه 62، انا بس دي باخدها شويه على فرقه النادي الاهلي. ما هو انا لازم اعرف انا بلاعب مين برضه. تحت الجيم قوي صح. انت من الدقيقه 62 ولسه نص ساعه غير الوقت الضايع بتلعب وعايز تجاري ريال مدريد وكانك مش عارف حجم ريال مدريد، طمعت قوي قوي زياده عن اللزوم في المباراه، لا انا حتى لما انا 2-1 لازم اخد بالي من خطوطي الخلفيه، لازم اقفل نص الملعب كويس، وبعد كده ابتدي اهاجم في وقت معين عشان انا قريب للتعادل، يعني قريب للتعادل. 2-1 غير 3-1 يا اسامه. مظبوط طبعا. يعني فانا بقول ايه، ان احنا فتحنا اول ماتش، تحس ان انت بتلعب ماتش اكنك بتلعب مع احترامي يعني اي فرقه مثلا في نص الجدول في الدوري المصري، او يعني بتلعب مساحات مفتوحه قوي في نص الملعب وفي الاطراف ناحيه محمد هاني رغم انه عامل ماتش هايل هو وحسين الشحات، وناحيه علي معلول الملعب اتفتح قوي، اتفتح بقى في مساحات كبيره جدا. فهم قدروا يستغلوا الاخطاء اللي انت وقعت فيها، وبالذات في الربع ساعه الاخيره الاخيره يعني يمكن لما نيجي نتكلم على التغييرات شويه برضو كانت في على ماشي يعني نقول عليها بعد. ماشي صحيح. يعني لو بعد كده هنقول عليها، لكن في النهايه النادي الاهلي يعني منظر المباراه ما يستحقش الاربع او على الاقل الجون الرابع ده ما كانش جه، يعني 3-1 برضو كانت هتبقى كان خلاص الماتش انتهى يعني. والاهلي كان يعني في فترات في كتير ند واعلن عن شخصيته واضعنا فرص، لكن هارد لك، واتمنى ان شاء الله في الماتش الجاي، لانه مش سهل ماتش فلامينجو، مش سهل فرقه طبعا. كبيره، وزي ما علاء قال صحيح الهلال كسب وادى مباراه كبيره جدا ومبروك ظروف الماتش خدمه ومبروك للنادي الهلال والشعب السعودي، لكن برضو الطرد اللي حصل في نهايه الشوط بهدف كمان 2-1 وبقى دي فتحت شويه فرقه فلامينجو، ولما جه كمان الثالث بعد ربع ساعه ولا حاجه من الشوط الثاني الماتش اتفتح قوي، فمش هيبقوا سهلين كده، فمباراه كبيره. فخلاص اللعيبه هارد لك وقدموا مباراه كويسه جدا، والجهاز الفني ما يزعلوش ولا يتضايقوا، انت بتلعب اهم فرقه في العالم. يفكر بقى من 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 دلوقتي يعني من اول ما يخرجوا ويروحوا يتعشوا وكده يبتدوا بقى يفكروا ويركزوا، ما يقعدوش يعيشوا في
موضوع ان احنا ازاي خسرنا كده او النتيجه طلعت مش خسرنا كده، هو الطبيعي ان كان ريال مدريد اللي يكسب، بس اقصد بالنتيجه الكبيره دي ليه والكلام ده، في تاثير سلبي وانت داخل على ثالث ورابع ما يعيشوش في 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 المباراه اكتر من اللازم وانت داخل على فرقه مهمه على مركز ثالث ورابع وممكن تاخد ميداليه برونزيه. فهارد لك ليهم وعملوا ماتش كويس، ولكن هي كره القدم كده يعني.